كوكو، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في الدرس الجديد. كنستأسف على هاد الغيبة اللي غيبت عليكم بزاف، دونك جوست كنت كنوجد دي تخوك اش علاش ما قدرتش ندير لكم دروس في هاد لي سيمين دارنيا. دونك دابا مرحبا بكم اون اوتر في ما شين في درس جديد. الدرس ديال اليوم كيهضر على الدوال الاعدادية. دونك غادي نحاول نعطيكم واحد الملخص ديال الدرس، يعني ما غاديش نحاول ندير لكم دي بارتي كما كنت كندير لكم شحال هادي، كما طلبتوا مني نتوما نعمل لكم ملخص ديال الدرس. دونك غادي نحاول ما امكن انني نعطيكم الحوايج الاساسيه اللي تركزوا عليها في الدرس، لانه من اهم الدروس اللي غادي يعاونكم في الباك واللي غادي يبقاو تابعينكم ديما ديما. دونك خصكم تشجعوا من دابا. عرفت انا اغلبكم غادي يكونوا دابا دازوا هاد الدرس، ولكن غادي يكون كاستذكار المعارف وكذا باش تكملوا ان شاء الله، باش تكملوا يعني غادي يكون كاستذكار المعارف اللي قريتو وان شاء الله يعجبكم الدرس. يلا خلينا نبداو الدرس. دونك دابا غادي نبداو في الدرس. الدرس هو ديال الدلاله العاديه كما قلت في المقدمه. غادي نبداو اول حاجه على تعريف الدلاله العاديه. غادي نعرفوا اشنا هي الدلاله العدديه. فالدلاله العدديه هي كل داله مثلا كنرمزوا لها باف معرفه على مجال ا نحو ا، بحيث ان كل واحد العنصر من ار عنده صوره اللي هي اف دي اكس كتنتمي للار. يعني باش نهضروا على داله عدديه فان كل عنصر اكس خاص تكون عنده صوره، خاص تكون على الاكثر عنده صوره. نفهمكم مزيان شنو كنعنيو على الاكثر تكون عنده صوره. غادي نخليكم تشوفوا تماثيل مبيانيه باش تفهموا اكثر، باش توضح لكم الرؤيه اكثر. حنا دابا غادي نشوفوا جوج من التماثيل المبيانيه، واحد كيمثل داله عدديه والاخر ما كيمثلش داله عدديه. فكما قلت لكم باش تكون داله عدديه خاص يكون على الاكثر عندها صوره، يعني خاصها تكون عندها صوره على يعني خاص يكون على الاكثر عندها صوره. كما كنشوفوا في المرحله هذه، المرحله الاولانيه هذه المنحنى الاولاني، فإلا خدينا واحد العنصر هنايا اكس من هنا ودرنا ليه الاسقاط على محور الاراسيب كتكون عنده صوره وحده، يعني هذا هو العدد اكس فالصوره ديالو هي هذه اللي كتكون على محور الاراسيب. فكما كتشوفوا عدد الاكس عنده على اكثر صوره. هنايا في المنحنى الثاني، هذا المنحنى ما كيمثلش داله عدديه. علاش؟ حيت كما كنشوفوا العدد اكس عنده اكثر من صوره، فها الا خدينا العدد اكس ودرنا الاسقاط على هاد درنا العدد خدينا العدد اكس ودرنا له الاسقاط على محور الاراتيب، فغادي تلقاو ان عنده هاي الصوره الاولى، ها الصوره الثانيه، ها الصوره الثالثه، ها الصوره الرابعه، ها الصوره الخامسه، يعني عنده اكثر من صوره وحده. يعني ومن خلال هاد الميديان كيبان لنا انه ما كيمثلش داله عدديه حيت عنده على عنده اكثر من صوره وحده. حنا خاصو يكون على الاكثر عنده صوره، يعني بحال هذا هنايا عنده بزاف ديال الصور، يعني عنده جوج، عنده جوج ثلاثة أربعة، يعني فوا كيكون عنده جوج ثلاثة أربعة خمسة فمكيبقاش يمثل منحنى ديال دالة عددية. فكنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا التعريف ديال دالة عددية بصفة عامة. دابا غادي نمشيو لحاجة أخرى. دابا غادي ندوزو لحاجة أخرى اللي هي الدالة المكبورة، الدالة المصغورة والدالة المحدودة. فغادي ناخدو واحد الدالة ألف، يعني غنكون عندنا واحد الدالة ألف معرفة على واحد المجال اللي هو د. لو انا اف داله مكبوره، كنقول انا داله اف مكبوره الا وجدنا واحد العدد حقيقي اللي هو ام. الا كان واحد العدد حقيقي اللي هو ام كيكون سواء اكس كينتمي لمجال تعريف داله اف، فان داله اف لاكس كتكون صغر من او يساوي هذا العدد الحقيقي اللي هو ام. بالنسبه لداله مصغوره قلنا ان اف داله مصغوره، فهذا كيكفي عاوتاني يكون عندنا كيكون سواء اكس كينتمي لمجال التعريف ديال الداله اف، اف لاكس تكون كبر من او يساوي واحد العدد الحقيقي اللي هو ام، يعني كيتواجد واحد العدد الحقيقي ام بحيث اف لاكس كتكون كبر من او يساوي ديك العدد الحقيقي. والا كانت اف داله محدوده فانها كتكون مكبوره ومصغوره في نفس الوقت، يعني ان اف لاكس يعني كيكون سواء اكس كينتمي لمجال تعريف الدالة اف، اف لي اكس كتكون مصغورة ومكبورة في آن واحد. هذا هو التعريف ديال المكبورة والمصغورة والمحدودة. غادي نحاول نفسر لكم كثر، دونك باقي قبل ما نفسر لكم هاد القضية أكثر في التماثيل المبيانية اللي غادي توريكم كيفاش اللي غادي تفهمكم شناهي شنو كنعنيو بواحد الدالة
مكبوره وشنو كنعني بواحد الداله مصغوره وشنو كنعني بواحد الداله محدوده. فغادي نمشيو غادي كاين واحد الحاله اخرى اللي غادي نهضروا عليها. كعاده غادي ناخذ الداله اف معرفه على مجال دي، نقولوا ان اف محدوده يعني داله محدوده اذا وجدنا واحد العدد حقيقي اللي هو ك، بحيث كيف سوا اكس كينتمي لمجال تعريف داله اف، القيمه المطلقه ديال اف لي اكس صغر من او يساوي هذا العدد كان او يساوي العدد ك، يعني الى يعني فاش كتكون القيمه المطلقه راه اف لي اكس بحال كتكون كتكتب هذا كيكافئ ان اف لي اكس صغر من ناقص ك وك، هكا كتكون محدوده. يعني هذا واحد ك اخر باش نقولوا على ان الداله اف داله محدوده. دابا غادي ندوزو التاويلات الهندسيه باش تفهموا هذا الشيء مزيان. المهم كما كتشوفوا دابا غادي نهضروا على التاويلات الهندسيه ديال المنح، يعني دابا غادي ندوزو التاويل الهندسي. فكما كتشوفوا هنا فهذا المستقيم كيبان لك، فكما كتشوفوا في الميديان اللولاني المنحنى السائف كيتواجد تحت المستقيم الذي معادلته إي كتساوي غروند ام. في المنحنى الثاني فكيبان لك ان المنحنى السائف كيتواجد فوق المستقيم للمعادله ديالو إي كتساوي بتيت ام، وهنا كيبان لكم ان المنحنى السائف كيتواجد ما بين المستقيم الذي معادلته إي كتساوي غروند ام وإي كتساوي بتيت ام. فهنا كنهضروا على الداله المكبوره، هنا كنهضروا على الداله الصغيره، وهنا كنهضروا على الداله المحدوده. فكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا دابا التاويلات الهندسيه اكثر شنو كنعنيو بالداله المكبوره الداله المحدوده والداله المصغوره. دابا ندوزو للجزء ديال مقارنه الدوال العدديه، يعني كناخذوا جوج دوال عدديه وكنقارنوا بيناتهم. مقارنه جوج دوال عدديه كيكونوا معرفين على نفس مجموعه مجموعه التعريف ديالهم. دونك غادي ناخذوا واحد جوج دوال، يعني ناخذوا اف و جي دالتين عدديتين معرفتين على نفس المجال اللي هو د. فباش ديروا المقارنه كنعرفوا المقارنه يعني هي اما كتكون صغيره او يساوي ولا اكبر من او يساوي، ولكن المقارنه ديال جوج دوال عدديه كيكونوا كتكون مقارنه من خلال تماثيل ميديانيه ديالهم. عشان نفهموا لكم اكثر باش نديروا التاويلات الهندسيه. دونك دابا غادي نعطيكم خاصيه بصفه عامه، يعني كنقولوا ان اف صغر من او يساوي جي، وكنرمزوا لها بكيلكو سوا اكس كينتمي لمجموع التعريف ديالهم دي، فان اف لي اكس صغر من او يساوي جي لي اكس، او كنقولوا اف صغر من او يساوي جي على المجال دي. دونك المقارنه كنعرفوها كلنا، باش تفهموا اكثر شنو هي المقارنه ديال جوج دوال عدديه غادي ندوزو للتماثيل الميديانيه. كما كيبان لكم في التاويلات الهندسيه فكيبان لك ها هو التمثيل الميدياني الاولاني الثاني والثالث. حنا دابا غادي نهضروا على التمثيل الميدياني الاولاني. دونك التمثيل الميدياني الاولاني كيبان لنا ان هذا المنحنى ديال الداله سي جي، وهذا منحنى ديال الداله اف، هذا المنحنى ديال الداله جي وهذا المنحنى ديال الداله اف. فكما كيبان لكم مزيان المنحنى ديال الداله جي فوق المنحنى ديال الداله اف، فهذا كيعني ان يعني ملي كتكون المنحنى ديال واحد فوق من الاخر فان هذاك هو كيكون اكبر، يعني جي كبر من اف. هنايا جي كبر من اف لان سي جي فوق سي اف. ففي التمثيل الميدياني الثالث كما كيبان لكم منحنى الداله ديال الداله اف ها هو الفوق، ها المنحنى ديال الداله جي غادي مع محور الافاصيل ديريكت. دونك الداله اف فوق من المنحنى ديال الداله جي، والداله جي هو عباره عن مستقيم اللي هو المعادله ديالو اي كتساوي صفر، يعني ان الداله اف كبر من صفر. هنايا كيبين لنا ان الداله اف كبر من صفر لان اف فوق محور الافاصيل. نفس الحاجه بالنسبه لهنا، هنا كيبان لنا المنحنى ديال الداله سي دو اف لتحت، وهنايا سي دو جي يعني المنحنى ديال الداله جي هو عباره عن مستقيم معادله ديالو كيساوي صفر. دونك هنايا المنحنى ديال الداله اف كيتواجد تحت من الافاصيل، يعني ان اف صغر من صفر.
هنايا اف صغر من صفر، لان اف تحت محور الافاصيل. كما كيبان لكم دابا هنايا، يعني بين فيكم اكثر كيفاش نفهموا مقارنه دالتين عدديتين من خلال التأويلات الهندسيه. نتمنى هذا الجزء تكونوا فهمتوه مزيان. دونك ننتقلوا للجزء الثاني. دابا غادي ندوزو لواحد الجزء اخر اللي هو رتابه الدلاله العدديه. فغادي ناخذ ان الداله اف معرفه على مجال اي من ا. الرتابه ديال الداله العدديه، فان غادي نشوفوا ان الداله اف سواء تكون تزايديه ولا تناقصيه. تزايديه قطعا ولا تزايديه، تناقصيه قطعا او تناقصيه. هادشي اللي غادي نعرفو مزيان في هذا الجزء. المهم تكون دالة اف تزايدية اذا وافقت، اذا كان لكل، خدينا واحد العناصر اكس واحد و اكس جوج من اي، من واحد المجال اي. يعني كتكون دالة اف تزايدية على المجال، كتكون تزايدية على مجال، على تزايدية على اي، يعني على مجال اي، الى خدينا واحد جوج العناصر اكس واحد اكس جوج من اي، بحيث الى كان اكس واحد صغر من اكس جوج فان اف دي اكس واحد تكون صغر قطعا، اصغر الى خدينا اكس واحد صغر قطعا من اكس جوج فان اف دي اكس واحد تكون صغر من او يساوي اف دي اكس جوج. غادي نديرو عاوتاني نفس الحاجة، يعني الى كانت اف تزايدية قطعا، يعني نفس الحوايج اللي غادي يتعاودوا. الا كانت تزايديه قطعا فاننا الى خدينا، الا كان عندنا اكس واحد صغر قطعا من اكس جوج، خاص اف لي اكس واحد تكون صغر قطعا من اف لي اكس جوج. بالنسبه للداله اف باش تكون تناقصيه، باش تكون يعني تكون الداله اف عاوتاني تناقصيه، عاوتاني اذا فقط الى خدينا واحد جوج العناصر عاوتاني اكس واحد اكس جوج من اي، بحيث الى خدينا هنايا اكس واحد يكون صغر من اكس جوج فهذا كيستلزم ان اف دي اكس جوج كتكون صغر من، صغر من او يساوي اف دي اكس واحد. هنايا في تناقصيه، يعني تكون الداله اف تناقصيه الى خدينا اذا فقط اذا كان لكل اكس واحد واكس جوج من اي، خدينا اكس واحد صغر قطعا من اكس جوج اف لي اكس جوج كيكون صغر من او يساوي اف لي اكس واحد. بالنسبه لاف عاوتاني تناقصيه قطعا، نفس الحاجه عاوتاني، يعني الا خدينا اكس واحد تكون صغر من اكس جوج فان اف لي اكس واحد، اف لي اكس جوج، يعني فان اف لي اكس جوج كيكون صغر قطعا من اف لي اكس واحد. دونك هادو هما ثلاثه الحوايج ديال الرتابه، يعني داله اف كتكون تزايديه، تزايدية قطعا، تزايدية راه هكا، تزايدية قطعا ما كيكونش عندنا او تساوي، تناقصية هاهي، وتناقصية قطعا حتى هي نفس الحاجة. غادي ندوزو للتأويلات الهندسية باش تعرفوا علاش كنقولوها تزايدية وتزايدية قطعا، علاش تناقصية ولا تناقصية قطعا، ومنين جا هادشي. دونك دابا غادي ندوزو للتماثيل المبيانية باش تفهمو شنو كنعنيو بزاف بالرتابة، باش تفهمو شنو كنعنيو مزيان بالرتابة الدوال العددية. غادي نمشيو للتمثيل المبياني الاولاني. كما كيبان لكم فهادي باينه فيها داله تزايديه، فهادي داله تزايديه وماشي تزايديه قطعا. علاش؟ حيتاش من جهه اخرى، من واحد عندنا واحد لوكا اللي هو سبيسيال في هادي، هو اننا الا خدينا اكس ان، خدينا اكس ان صغر قطعا من اكس جوج يعني ما كيتساواوش، غيخرج لينا هنايا كما شفتو هنايا اف لي اكس ان كتساوي اف لي اكس جوج. وعادي الا خدينا مثلا هنايا خدينا واحد الاكس 3 هنا وخدينا اكس 4 هنا ودرنا الاسقاط ديالهم، فاكس 4 عطينا هنا اف لي اكس 4، وهنايا غادي عطينا هنايا اف لي اكس 3. فالا خدينا لوكا الاخر خدينا اكس 3 صغر من اكس 4 غادي يعطينا اف لي اكس 3 صغر قطعا من اف لي اكس 4. فهذا عندنا جوج ديال، عندنا فاش كيكون كيتساوى، يعني عندنا هنايا الا خدينا جوج ديال لي زيليمون ما كيتساواوش
كيخرج لينا كيخرج لينا الصور ديالهم كيتساو ولا خدينا عاوتاني ما كيتساوش كيخرج لينا عاوتاني الصور ديالهم واحد ديال اف لي اكس 3 صغر قطعا من اف لي اكس 4. ففي هذه الحاله راه تزايديه ولكن ماشي تزايديه قطعا، فهي تزايديه حيت عندنا لوكا ديال امتى كتساو. عندنا هنايا راه باينه تزايديه قطعا حيت ما عندناش واحد لوكا اللي كيتساو فيه صور بجوجهم، يعني الا خدينا اكس واحد الا قلنا اكس واحد صغر من اكس جوج فاوتوماتيكمون غادي يكون اف لي اكس واحد صغر من اف لي اكس جوج كما كيبان لكم هنايا من خلال الشكل. يعني خدينا اكس واحد محور الاراتيب الصور ديالهم راه ما خرج لنا اف لي اكس واحد صغر من اف لي اكس جوج. غادي نمشيو للتمثيل المبياني، غنمشيو للتمثيل المبياني الثالث، فهذا كيبين على انها داله تناقصيه. هذه تناقصيه ماشي تناقصيه قطعا، هذه تزايديه قطعا وهذه تزايديه، هذه تناقصيه عاوتاني نفس لوكا ديال هذه. الا خدينا اكس واحد اكس واحد صغر من اكس جوج فكنلقاو ان اف لي اكس واحد كيساوي اف لي اكس جوج. كاين لوكا ديال التساوي وكاين لوكا الاخر، عاوتاني الا خدينا اكس 3 اي خدينا اكس 3 هنا وخدينا اكس 4 هنايا درنا الاسقاط ديالها معايا اف لي اكس 4 هنايا، وهنايا درنا اف لي اكس 3 هنا درنا الاسقاط ديالها. دونك الا خدينا اكس 3 صغر من اكس 4 فان اف لي اكس 4 صغر من اف لي اكس 3 كما كتشوفوا هنا اف لي اكس اف لي اكس 4 كاينه هنايا صغر من اف لي اكس 3، يعني اف لي اكس 4 عندنا هنايا سالبه و اف لي اكس 3 راها موجبه كاينه الفوق. دونك هنايا خدينا اكس 3 هي صغر من اكس 4 ولكن اف لي اكس 4 صغر من اف لي اكس 3 فهذا كيبين على انها داله تناقصيه، تناقصيه ماشي تناقصيه قطعا. هاد الحالة عاوتاني فهاد باينة فيها دالة تناقصية، لا فهاد الحالة باين فيها تناقصية قطعا، يعني هنايا باينة تناقصية قطعا على المجال أ بي. علاش؟ حيت إلا خدينا إكس واحد قلنا صغر من إكس جوج، عندنا هنايا إف لي إكس جوج صغر من إف لي إكس واحد ومعندناش لوكا ديال التساوي، علاش كنقولوا لها تناقصيه قطعا. كنتمنى انكم فهمتوا الرتبه ديال الداله العدديه من خلال التماثيل المبيانيه. دونك دابا نكملوا لحاجه اخرى. بون دابا غادي نمشيو للجزء الاخر ديال مركب دالتين عدديتين، فغادي نبين لكم شنو هي لا ستركتور ديال المركب الداله العدديه. فكناخذوا جوج ديال الدوال العدديه يعني اف و جي دالتين عدديتين كيكونوا معرفين على واحد المجال اي و جي، بحيث ان هاد الاف لي اي خصها تكون ضمن جي. يعني كنقولوا ان مركب داله عدديه كيكتب على كيتكتب على هذا الشكل، كيكون سوا اكس كينتمي لاي جي غون اف لي اكس او لا جي لي اف لي اكس. والتطبيق ديالو هو كالتالي، يعني كيكون كيمشي من اي نحو جي نحو اخ، حيث هنا من حيث كناخذ الاكس من هنا، هنا كتكون اف لي اكس وهنايا كتكون جي لي اف لي اكس. فهذا هو التطبيق ديالو، هذا هو التطبيق ديال المركب الداله العدديه. غنشوفو مثال نشوفو اكثر شنو هو مركب دالتين عدديتين. فهذا هو يعني هذا هو الديفينيسيون ديالو، يعني التعريف ديال الداله مركب دالتين عدديتين هو هذا، والتطبيق ديالو هو كالتالي، هذا هو التطبيق ديالو. دابا ندوزو مثال باش نفهمو اكثر. كنعتبرو واحد جوج دال جوج دوال هي اف و جي اللي معروفين بجوجهم على ا، بحيث كناخدو اف لي اكس كتساوي اكس اس 2 و جي لي اكس كتساوي واحد ناقص اكس، يعني كنديرو مجموعة التعريف ديال دي لي اف، مجموعة التعريف ديال اف هي ا ومجموعة التعريف ديال جي هي حتى هي ا، حتى قلنا معرفين بجوجهم على ا. بينو اول حاجة ان الصورة ديال المجال الاولاني كيكون ضمن المجال الثاني، يعني غادي ناخدو اف اف ديال ا خاصها تكون ضمن هذا المجال ديال الثاني اللي هي ا. حنا عارفين ان اف دي اغ راها ضمن ا، يعني الصورة ديال اغ كله راهو كيكون ضمن ا. هاد الاولانية ها هي يعني محقة، ملي كتكون هادي محقة كندوزو دابا كنقولو كيلكو سوا اكس كينتمي ل ا كنحسبو جي دي اف لي اكس، جي دي اف لي اكس ها هي الدالة جي، دونك هاد الاكس غادي نعوضوه باف لي اكس، اف لي اكس كتساوي اكس اس 2 يعني كنديرو كتساوي جي
ديال اكس اس 2 مع ضوء اف لاكس بالقيمه ديالها اللي هي الجهه ديال اكس اس 2. كيبقى لنا دابا جوست نعوضوا الاكس باكس اس 2، يعني كنعوضوا الاكس اللي كاين هنايا كنعوضوه باكس اس 2 وصافي كنكملوا. هذاك هي واحد ناقص اكس اس 2، يعني المركب ديال الداله الجهه ديال اف لاكس راه هي كتساوي واحد ناقص اكس اس 2. غادي نمشيو لوكا الثاني، عندنا نفس الحاجه جي دي ار، الصوره ديال المجموعه ال داله الجي راه هي ضمن المجموعه ا. يكفي دابا دابا حسبنا الجي دي اف دي اكس، دابا غادي نحسبوا اف دي جي دي اكس، يعني كناخذوا هذا واحد ناقص اكس كلها كنعوضوا بها اكس اس 2، يعني هي واحد ناقص اكس لكل اس 2. ها هي المركب ديال اف لي جي ديال اكس، وهنا المركب ديال جي ديال اف اكس كيساوي واحد ناقص اكس اس 2. شنو كنعني بمركب دالتين عدديتين؟ فهو ماشي شي حاجه صعيبه، جوج مع التمارين كتفهموا اكثر. دابا غادي ندوزو رتابه مركب دالتين اف و جي، جوج دوال غيكونوا معرفين على اي و جي، بحيث اف لي اي ضمن جي. دونك هذه ديما خصها تكون، يعني خص ديما يكون هذا الشيء محقق. دابا غادي ندوزو الرتابه. حاجه اذا كانت اف تزايديه على اي، على المجال اي اللي معرفه فيا، و جي تزايديه على المجال جي، فإن جيرون اف تكون تزايدية على المجال اي. منين جاتنا هاد؟ بون علاش كنقولوا ان اذا كانت اف تزايدية على اي و جي تزايدية على جي، فإن جيرون اف كيكون تزايدية على المجال جي. دونك حنا ناخذوا اف، حنا ناخذوا اف تزايدية على اي، يعني غادي يكون عندنا واحد جوج العناصر اكس واحد و اكس جوج اللي كيتساميو الاي، بحيث اكس واحد صغر من اكس جوج، وبما ان اف تزايديه فان اف لاكس واحد تكون صغر من او يساوي اف لاكس جوج. وحنا عارفين ان اف لاكس واحد و اف لاكس جوج عنصرين من جي، اكس واحد و اف لاكس جوج عنصرين من جي، و عندنا واش جي تزايدية على المجال على جي، هذا كيستلزم ان جي لي اف لي اكس واحد صغر من او يساوي جي لي اف ديال اكس جوج، ومن هنا جات ان جي و اف تزايدية على المجال اي. دونك غادي نمشيو لو كا لاخر. دابا غادي ندوزو لو كارتين دابا الاولانية، بينا ان الا كانوا بجوج متزايدين فان المركب ديالهم كيكون تزايدي. دابا غادي ناخذ واحد فيهم تزايدي والاخر تناقصي، يعني الا خدينا اذا كانت اف تزايدية على جي على اي، و جي تناقصية على جي، الا كانت وحدة تزايدية وحدة تناقصية فان المركب ديالهم يوجهون اف يكون تكون تناقصية على اي. دونك المركب ديالهم يكون تناقصي على المجال اي. دونك باش نبينو البرهان نفس الحاجة درنا ديك شوية قبل، غادي ناخدو ان عندنا اف تزايدية على اي، يعني الا خدينا جوج العناصر كيكسوا اكس واحد و اكس جوج كينتميو لاي، الا كانت اكس واحد صغر من اكس جوج فإن اف لإكس واحد صغر من أو يساوي اف لإكس جوج، حيتاش اف تزايدية على اي. دونك حنا كنعرفو أن اف لإكس واحد و اف لإكس جوج معرفتين على جي، يعني عندنا اف لإكس واحد و اف لإكس جوج معرفتين على جي، وعندنا جي دالة تناقصية على هذاك المجال اللي هو الجي، يعني عندنا هادو معروفين في المجال الجي، والجي راها تناقصيه.
وهنا اف لي اكس واحد اصغر من اف لي اكس جوج، يعني ان جالي اف دي اكس واحد غادي يكون كبر من او يساوي جالي اف ديال اكس جوج، وبالتالي جيرون اف كتكون تناقص تيها على اي. هنا منين جات ان المركب ديال الدالتين التناقصيه على اي، نفس الحاجه الى خدينا اف تناقصيه و جي تزايديه فحتى هي تعطينا تناقصيه، دونك نفس البرهان غادي تصبر لنا بنفس الطريقه، ولا خدينا اف تناقصيه على اي و جي تناقصيه حتى هي على اي، فغادي يكون المركب ديالهم تزايدي على اي، دونك نفس البرهان غادي تتبعوه وغادي يخرج ليك وغادي يخرج لكم نفس غادي يعني الا تبعتوا نفس البرهان اللي درنا في هادو غادي يخرج لكم النتيجه. دونك اتمنى ان الدرس يكون فهم تكون فهمتوه مزيان، هذا هو يعني خديت عطيتكم المعارف الاساسيه في الدرس ديال الداله اللي غادي ينفعكم بزاف. يكفي انكم تشدوه مزيان، خصوصا هذا الجزء ديال المركب دالتين كيلقاو فيه الناس مشكل بزاف الا ما شدوش من دابا. دونك ها هو الدرس تاعنا، كنتمنى انني نكون فدتكم واخا غير شويه، هذا هو المهم. الى عجبكم الدرس قولوا لي في لي كومونتير، ويلا نخليكم حتى المره الجايه ان شاء الله.